السوشيال ميديا، ونبتدي بحساب في الجول على فيسبوك، واللي بيقوله محمد شريف وصل الى الهدف ال21 في الدوري المصري كاول لاعب يصل لهذا الرقم منذ حسن الشاذلي الله يرحمه. 34 هدف في موسم 75 او 74 75 34 هدف، ده عدد كبير قوي يا كابتن حسن ربنا يرحمه، طبعا نجم نادي الترسانه السابق. لكن محمد شريف وصل لرقم 21 هدف، وده رقم مميز جدا عشان يعني يكون حقق حاجه بقالنا فتره بنشوفها في الملاعب المصريه او في الدوري المصري. لكن لسه مكملين بالتحديد مع محمد شريف وهذا الرقم المميز، نروح لحساب يلا كوره على تويتر، واللي بيقولوا ان المخيف محمد شريف يتخطى طه اسماعيل، كابتن طه اسماعيل، ويصبح ثاني لاعب في تاريخ الاهلي يصل ل 21 هدف في موسم واحد بالدوري. كابتن محمود الخطيب وصل ل 23 هدف، محمد شريف في المركز الثاني برصيد 21 هدف، والكابتن طه اسماعيل في المركز الثالث برصيد 20 هدف. طيب تعالوا كمان نروح لخبر اخر من صفحه الوطن الرياضي على فيسبوك، واللي بيقولوا بعد انتهاء الدوري الاهلي راح 7 أيام وموسيماني يطير الى بلاده. ده يعني اجازه مهمه جدا جدا بالنسبه للعيبه اتضغطت بشكل مش طبيعي على مدار الفتره اللي فاتت، عدد كبير جدا من المباريات في مختلف البطولات، فده كان امر مهم جدا انه يحصل، وان شاء الله باذن الله يرجعوا بقى كده ايه تكون الكره وحشتهم، وان شاء الله نشوف اداء الاهلي اللي احنا متعودين عليه مع كوره مستر بيتسو موسيماني اللي امتلك السرعات اللي كانت ناقصاه او اللي هو كان بيطالب بيها. بالمناسبه بقى عنده بيرسي تاو وميكيسون بخلاف العناصر اصلا الموجوده عندك، فالاهلي بقى عنده قائمه مميزه جدا. لكن تعال نشوف الخبر ده، والبعض بيحاول يختلق حاجات يعني ايه يبقى فيها كلام كتير وهي اصلا مش وقتها، زي اللي انتوا شايفينه كده من الوطن الرياضي على فيسبوك بيقول لك الخطيب يؤجل تجديد عقد موسيماني، ومحدش اصلا يا جماعه اتكلم في ان في تفكير ان يتم التجديد دلوقتي. يعني احنا في فتره اصلا التركيز كله فيها على بعض التدعيمات، وطبعا انت بتدعم طبقا لرؤيه المدير الفني اللي عندك، الراجل مكمل، عقده هيخلص امتى؟ كده كده هو كان ماضي سنتين مع النادي الاهلي، سنه عدت، السنه الجايه باذن الله مع نهايه الموسم يبقى في كلام بخصوص تجديد التعاقد، لكن مش ده وقته. لكن ساعات تحس ان الناس تحاول كده تفتح لك اي باب لاي لغط او اي حديث كتير، يعني كل حاجه في وقتها واحنا متعودين على كده دايما من النادي الاهلي. طيب امبارح طلعت اشاعه كبيره قوي ان احمد حجازي وفي كلام عليه، ده من خلال الاهرام كمان بيقولوا الموقف ايه والحقيقه ايه من خلال تواصلهم مع مسؤولي النادي الاهلي على حد ما قاله. يعني الاهلي يكشف حقيقه المفاوضات مع احمد حجازي، احمد حجازي يا جماعه صعب جدا ان هو يجي النادي الاهلي ومفيش اي حاجه في الاتجاه ده اطلاقا اطلاقا اطلاقا. طبعا احمد حجازي لعيب كبير جدا جدا ولاعب اضافه لاي فريق، نتمنى طبعا ان يكون موجود في النادي الاهلي، لكن على ارض الواقع مفيش اي مفاوضات اصلا من اي نوع مع احمد حجازي نجم منتخبنا الوطني المصري، ونتمنى له كل التوفيق مع المنتخب في المهمه المقبله، فده تاكيد مهم بخصوص حجازي. ده فيما يتعلق بأخبار النادي الأهلي في ترند الأهلي. هنروح لفاصل سريع بعديه نشوف أخبار أخرى وبالتحديد الأخبار العالمية، لأن زي ما صفقات الأهلي نارية في صفقات أوروبية ساخنة جدا جدا، نشوفها بعد فاصل يلا بينا.